أكيد على أن معرض كتاب تكون مناسبة من أجل عرض مجموعة من الكتب والإصدارات في إطار بلورة واحد الحركية فكرية قانونية مهنية. هذا الكتاب الذي سأقوم بعرضه اليوم هو كتاب ليس دفاعا عن الدفاع، هو كتاب يتحدث عن المحاماة من ناحية الأخلاقية المؤسساتية، من ناحية التدبيرية، من ناحية ماضيها مستقبلها والخلاصات التي توصلت إليها من أجل تكون المحاماة قوية وتستطيع أن تقوم بالأدوار ديالها. هو في حق صدر منذ 3 سنوات، ولكن كانت هذه المناسبة لأن هذا الرواق ديال هيئة المحامين بالرباط أسس لأول مرة في هذا المعرض، وبالتالي كانت مناسبة ولو أنا درت لي بزاف ديال التقديمات والتوقيعات فيما مضى، ولكن هذه المناسبة أن هيئة المحامين بالرباط تدير رواق لأول مرة في المعرض الدولي للكتاب كانت مناسبة مهمة باش نعرضوه، لأنه تواكب حتى النقاشات المهنية الحالية اللي كاينة دابا، وبالتالي من ناحية الفعالية ولا نجاعة ككتاب علمي يتحدث على الإشكاليات يبقى دائما مهم العرض ديالو في اي وقت، وهذه هي هذا هو السياق ديال العرض ديال هذا الكتاب هذا اللي نتمناه، على انه اكيد نعاود ليه واحد الطبعه ان شاء الله منقحه باش تواكب هذه المستجدات اللي كانت. المضمون يتعلق بالاساس بكيف نستطيع ان نحل أزمة مهنة المحاماة من الناحية القانونية، من الناحية الحقوقية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. مجموعة من المحاور التي تركز على تقوية المنظومة القانونية المرتبطة بمهنة المحاماة وكيف يمكن أن تؤدي أدوارها بطريقة ناجعة وفعالة، ليس فقط في الدفاع عن حقوق ومصالح المنتسبين إليها، ولكن في ترسيخ وتقوية العدالة وفي المساهمة في النموذج التنموي الجديد.